للتعليق على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من فيينا الاعلامي والصحفي العراقي الاستاذ زياد السنجري. اهلا بكم استاذ زياد الى استوديو الرافدين. مرشحو الميليشيات والمقربون منها مره اخرى في صداره المشهد السياسي في العراق، كيف ترى سيطره الميليشيات على المشهد السياسي في نينوى؟ اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم. بكل تاكيد نحن شاهدنا قالت نوفل العنبوب المحافظ السابق المتهم بالفساد والشخص الداعم الاول للمكاتب الاقتصاديه في محافظه نينوى التابعه لميليشيات الحشد. وهناك قال اهل موصل كلمتهم امام رئيس الجمهوريه وامام رئيس مجلس النواب، وقاموا بضرب المحافظ السابق وطرده من مدينه الموصل ومحافظه نينوى. نعم. الميليشيات التي موغله في دماء ابناء مدينه الموصل، التي قتلت منهم، التي فجرت السيارات المفخخه، التي تبتز المواطنين، التي كانت مساهمة في غرق الناس بنسبة كبيرة أثناء استحصالهم مبالغ في غرق العبارة، نفس هذه الميليشيات وبأموال مدينة الموصل قاموا اليوم بدعم مرشح حركة عطاء التابعة لقائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق السيد منصور المريد. الحقيقة ما جرى اليوم هو بعيدا عن إرادة الموصليين الذين يدعمون خلية الأزمة، والسيد مزاحم الخياط أحد أبناء مدينة الموصل. منصور المرعيد هو مرشح في قائمة الفتح، في قائمة نعتقد بأنها بعيدة عن مدينة الموصل ووفق صفقة سياسية، وأعتقد بأن الفترة المقبلة ستكون صعبة أيضا ليس على الموصل فقط، حتى على كل العراقيين، باعتبار أن مدينة الموصل ومحافظة نينوى لها وزنها ولها ثقلها الكبير ولها تغييرات سياسية لربما رأينا اليوم بوادرها بداخل انشقاقات وإقالات داخل المحور، حركة المحور في البرلمان، وهي يعني نوعا ما يعني محسوبة على السنة، على عرب السنة تحديدا. أستاذ زياد، يعني نواب في البرلمان قالوا بأن حركة عطاء دفعت ربع مليون دولار لكل عضو بمجلس نينوى للتصويت فقط للمرعيد، يعني هذه المبالغ كيف ترى ظاهرة بيع المناصب؟ ظاهرة بيع المناصب الرقم ربما أعتقد بأنه مبالغ فيه، ولكن هناك بيع مناصب وهو المبدأ. من حيث المبدأ نعم، هناك بيع المناصب، هناك عقود، هناك عمليات موازنة، هناك استثمار، هناك إعمار، وكل ذلك يعني مزيدا من الأموال ومزيدا من العقود ومزيدا من الفساد الذي يأخر الدورة العراقية ككل، وبالأخص محافظة نينوى التي رصد لها مبالغ كبيرة لإعادة البناء وتعمير الجسور والمستشفيات ودوائر الدولة والمرافق الخدمية الأخرى. لذلك نجد أن التكاليف كبير جدا على منصب محافظ نينوى، فقد كان العقوب من المؤسسين لإمبراطورية الفساد بعد دخول القوات الحكومية إلى مدينة الموصل، ويريد أن يستثمر السيد المرعيد هذا الأمر لدعم كتلة عطاء بعدما اتفقت مع المكون الكردستاني مقابل التنازل عن منصب محافظ كركوك إضافة إلى مبالغ معينة، ولربما هناك صفقات سياسية مشبوهة حدثت، فتدمير مدينة الموصل وتأخير عجلة التقدم ونشر الفساد مطلب أساسي من قبل إيران ومطلب أساسي من بعض القوى الإقليمية، لأن مدينة الموصل حالة ورقم صعب، واستقرار هذه المدينة يعني استقرار لكل العراق، ولربما ما شاهدنا ممارسات المالكي وما نتج عنها سابقا، ولربما نشهد ايضا تصعيد في الفتره المقبله، وهذا ما تريده امريكا خاصه بعد الضغوط الامريكيه عليها والاحداث التي جرت في الخليج وعموم المنطقه. الى اي مدى ترى بان الوضع هذا الوضع الذي صاحبه مساومات سياسيه يعني ساهم بانهيار الوضع الامني في نينوى؟ الوضع الامني في داخل مدينه الموصل غير خارج مدينه الموصل. علينا ان نحدد بان كل العمليات التفجير التي حدثت والخروقات الامنيه ليست من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وإنما من قبل ميليشيات الحشد، وتم رفع ذلك بتقارير رسمية مفصلة لرئيس الوزراء من قبل قائد عمليات نينوى ومن قبل لجنة تقصي الحقائق، الذي يرفض البرلمان العراقي
مناقشته، وخاصة الكتل الشيعية وكتلة الفتح تحديدا التي نصبت محافظ لنينوى اليوم بشكل متعمد لعدم إقرار ما تم التوصل إليه في لجنة تقصي الحقائق من تورط الميليشيات وتحديدا ميليشيات الحشد الشعبي في مدينة الموصل بعمليات التفجير. إرضاك المشهد الأمني هو مطلب لتلك الكتل السياسية، إيران توعز بذلك، هناك من ينفذ على الأرض، وأعتقد بأن مدينة الموصل أمام محك وفرق أمني كبير لا سمح الله، ولربما إذا تكلم أبناء الموصل وقالوا كلمتهم أعتقد بأن التهديدات الأمنية ستطالهم، وهناك ربما مفخخات مثل ما قام بها الحشد في فترة سابقة مثل مطعم أبو ليلى، سيارة مفخخة استهدفت مسؤول الأمن الوطني لأنه وقع على لجنة تقصي الحقائق بممارسات الحشد، وقال كلمته أيضا بأن هناك انتهاكات كبيرة يقوم بها الحشد، فكل من يعترض على وجود الحشد أو على مرشح الحشد سيتم استهدافه حتى ولو كان هناك مدنيين وحتى لو كان هناك أبرياء، الكل مستهدف، يجب أن يطيع الجميع الحشد الشعبي وأن يقول كلمته وأن يستشر الفساد محافظة نينوى ومدينة الموصل بالأخص. أستاذ زياد، يعني برأيك هل المرعيد يمتلك مشروع للنهوض بمحافظة نينوى بعدما وصل للمجلس لمنصب المحافظ؟ الرجل لا أعرفه شخصيا، ولكن حسب ما سمعت بأنه لربما المأخذ الوحيد اللي عليه أنه مرشح ضمن قائمة الفتح، ولكنه كمهندس ومن أحد أبناء محافظة نينوى، ولكنه أتى بصفقة للأسف صفقة فساد، ليس لديه شيء شخصي على الرجل، لكن للأمانة أعتقد بأن أبو مازن أحمد الجبوري قال كلمته عندما أخذ الضوء الأخضر من قائمة الفتح، قائمة الحشد الشعبي، وقام بتنصيب محافظ من أبناء الجبور ومثله مثل مدير شرطة، مثله مثل قائد عمليات، وكل مرافق الدولة للأسف مع اعتزازنا الكبير بأهلنا وأبناء عمنا الجبور، ولكن مع ذلك يجب أن يكون العراق وفي الموصل أسمى من المسميات القبلية والعشائرية، وهذا ما يقودنا إلى تخندق لربما مجتمعي لا يحمد عقباه في المستقبل. شكرا لك الأستاذ زياد السنجري، العالمي والصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من فيينا.